فهذا السؤال أعطاني مصفوفتين U و V وقال لي يبغى U ضرب V. المصفوفة U من النوع 2 في 2، المصفوفة V من النوع 2 في 2. عدد أعمدة الأولى يساوي عدد الصفوف الثانية، يصير أقدر أضربهم، هيكون حاصل الضرب U في V مصفوفة من النوع 2 في 2، يعني حيكون عندي 4 عناصر. موقع العنصر هذا الصف الأول العمود الأول، صار أخذ الصف الأول من هنا والعمود الأول من هنا، يصير 5 في 2 زائد 9 في 6. هذا العنصر موقعه الصف الأول العمود الثاني، صار أنا هنا لسه في الصف الأول بس هنا حأخذ العمود الثاني. حنضرب 5 في سالب 1 زائد 9 في سالب 5، وهذا العنصر موقعه الصف الثاني العمود الأول، صار ناخذ الصف الثاني من هنا والعمود الأول من هنا، يصير سالب 3 في 2 زائد سالب 2 في 6، وهذا العنصر موقعه الصف الثاني العمود الثاني، صار أخذ الصف الثاني من هنا وأضربه في العمود الثاني من الصفوف الثانية، صار سالب 3 في سالب 1 زائد سالب 2 في سالب 5، وهذه حتساوي 5 في 2 بـ10 زائد 54، نجمعهم يصير الناتج 64. 5 في سالب 1 بسالب 5، 9 في سالب 5 بسالب 45، نجمعهم يصير الناتج سالب 50. سالب 3 في 2 بسالب 6، هنا سالب 2 في 6 بسالب 12، نجمعهم الناتج سالب 18. سالب 3 في سالب 1 بـ3، وهنا سالب 2 في سالب 5 بـ10، نجمعهم يصير الناتج 13. إذا كان عندك أي سؤال أسألنا تحت في التعليقات، وإذا عجبك الدرس وتبغى تشوف تكملته زورنا في واضح.com واشترك معنا عشان تقدر تشوف جميع الدروس وحلول جميع التمارين وجميع مسائل تحقق من فهمك. إذا عندك سؤال أسألنا تحت في التعليقات، وإذا عجبك الدرس وتبغى تشوف تكملته زورنا في واضح.com واشترك معنا عشان تقدر تشوف جميع الدروس وحلول جميع الأمثلة وجميع مسائل تحقق من فهمك مشروحة بطريقتنا البسيطة والسهلة، وتقدر تتواصل معنا وتسألنا أي سؤال وإحنا حنجاوبك عليه.